السلام عليكم ليكيب، جيسبر كو سا فا بيان. حبيت نابوردي معكم لو سوجي تاع السرقه تاع لي سونديغو، ونقدم لكم يعني ربما سبب من الاسباب تاع اللي يخليهم فاسيل باش يتسرقوا، وسبب يعني طريقه من الطرق اللي يقدروا يستعملوها السراقين باش يديو سونديرو. هاي اللي هنا عندي السونديرو تاعي، هاي تفتح وتغلق نورمال، هكذا مفتوحه هكذا مغلوقه. نقدر نفيريفيو هكذا، نعاود نفتحها نورمال، تعاود تغلق نورمال صح. دوك الطريقه من الطرق اللي يقدروا يستعملوها انهم اللي يكون عنده اكسي للكوفر، لهنا في الكوفر تاع السونديرو كاين هاد القفله الصغيره هادي لو كان نحيوها، لو كانت تنحى من الطوموبيل تولي ما تتغلقش، هاي ما فيها والو. نغلقها هكذا تولي ما تغلقش. بون انا في الحاله تاعي نفيق لها باسكو الطوموبيل فيها لالارم وتسينيالي لي بلي الطوموبيل مالغري نغلق ما تتغلقش بسبت هاد القفله الصغيره. داكوغ، دونك قلت لكم هذه تقدر تكون طريقه من الطرق اللي تخلي لي سونديرو ساهلين في السرقه. ما على باليش كيفاش الانسان يقدر ياكسيدي لا مال، بون ما حيش نتهمو لي لافاج ولا، وانما اللي يكون عنده اكسي لهاد القفله في لا مال تاع السونديرو وينحيها، ديروا في حسابكم انه لا فيرميتور سونتراليزي تحت واللي ما تغلقش. هاي هنايا نعاود نوريكم وين جايه. داكور، يسوفي تتنحى هادي خلاص تولي الطوموبيل ما تغلقش. وشوفوا اللي صعيبه من باش نرجعوها هكذا سي بون، هاي ولات البلاصتها. نعاود نغلق هاي هكذا تولي تتغلق. هكذا جيسبر فادتكم المعلومه هذه ليكيب. بون جي دو فيغ ان لايف باسكو فيديو جات طويله بزاف. دونك السلام عليكم، قولوا خير.